عمر عصر بطل مصر وإفريقيا في تنس الطاولة يواصل التألق في عالم احتراف اللعبة بالسويد بأداء متميز. كاميرا اليوم تلتقي بهذا البطل الكبير من أجل التعرف على طموحاته في عالم احتراف لعبة تنس الطاولة. نتابع. عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر ومحترف نادي هالمستاد السويدي. أنا بدأت تنس الطاولة 5 سنين في نادي تسوق الرياضي، ده يمكن النادي اللي احنا لسه فايزين عليه دلوقتي في الدوري. وبعد كده انتقلت للنادي الأهلي المصري 9 سنين، نادي فالكنبرج السويدي أول نادي أحترف فيه، قعدت 2 سنين. وبعد كده رحت نادي كوبنهاجن، كان عرض أفضل بيلعب في دوري أوروبا. بعد نادي كوبنهاجن جرى عرض أفضل الحمد لله في نادي هالمستاد السويدي اللي أنا فيه دلوقتي، وأول مرة نكسب الدوري السويدي لأول مرة مع نادي هالمستاد. أنا بدأت 5 سنين، حسيت ان لا ممكن يكون في موهبه، ويمكن اهلي برضو حسوا نفس الكلام، الموهبه موجوده. كان نفسي اكسب بطوله مصر بس في الاول، لما كسبتها حسيت لا ان انا ممكن اطمع في اكتر. كسبت بطوله افريقيا برضو، لما كسبتها حسيت لا ان انا ممكن اطمع في اكتر. السنه اللي فاتت كسبت بطوله دوره العاب البحر المتوسط، يمكن اول مصري وافريقي وعربي يكسبها. تصنيفي تقدم جدا، كسبت يمكن نطيت 150 مركز في التصنيف الدولي في العالمي، وبقيت 57، ده افضل مركز وصل له لاعب عربي او افريقي او مصري. انا خدت منحه وانا عندي 15 سنه من الاتحاد الدولي، وكان دي بتوفر لي عدد من المعسكرات، كان منهم معسكر فالكنبرج السويدي. لما طلعت فالكنبرج حسيت ان انا حابب المكان قوي، وحاسس ان ممكن استفاد منه حاجه ممكن ما اقدرش اوفرها هنا في مصر، الاحترافيه في التمرين، الاحترافيه بره كمان صاله التمرين، انك انت ازاي تعيش كرياضي، تاكل كرياضي، تنام كرياضي، كل ده ما كانش اقدر احققه هنا في مصر. انا كنت ساعتها خدت تاني كاس عالم ناشئين مرتين، فنادي كوبنهاجن حب ان هو يضمني لفريقه، وبعد كده نادي هالمستاد ضمني لما بقيت 57 على العالم. الاهلي سمحني ان انا اطلع العب مع فالكنبرج السويدي في اول مره، بشرط ان انا اقدر ان انا انسق بين الماتشات بتاعه الدوري السويدي وبين نهائيات الدوري المصري. الحمد لله قدرت ان انا انسق بالاتفاق مع الاتحاد الدولي، لان هو كان مديني منحه، فقدر ان هو يديني استثناء ان العب هناك في الدوري السويدي واخلص والعب هنا في الدوري المصري. وده فادني كتير جدا، ان انا بقيت طول السنه مفيش اجازه، عندي بلعب في 2 دوري بدل دوري واحد. السنه دي ان شاء الله هيبقى في حاجه جديده جدا، وده يمكن سبق موجود في التنس الطاوله المصريه، النادي الصيني عرض عليا ان انا اروح العب معاه في الدوري الصيني الدرجه الثانيه، وده اول مره يحصل في كلاعب مصري. يعني الامكانيات هنا في مصر الى حد ما متوسطه، يعني عاليه كفايه ان هي تطلع لعيبه محترف، لكن احنا الهدف احنا بننهي املنا كلنا على البطوله بتاعت افريقيا، وانا رافض الحكايه دي جدا. انا شايف ان احنا افضل كتير من اي لاعب موجود في افريقيا، ولازم ان احنا نعلى شويه باحلامنا، ان احنا ممكن نفكر في ميداليه اولمبيه او عالميه. وده بالتالي اللي حصل السنه اللي فاتت، خدنا تالت عالم لاول مره في تاريخ تنس الطاوله، خدنا برونزيه في كاس العالم فرق، واتمنى ان شاء الله نحققها في الفردي، وان احنا كمان نحققها في اي بطوله اولمبيه. انا بعرف اوازن بين الدراسه وبين الرياضه، انا يعني خرجت السنه اللي فاتت الترم اللي فات من الاكاديميه البحريه، ان شاء الله انا بتمنى ان احنا في بطوله العالم اللي جايه اللي هي كمان اسبوعين يحصل اعداد كويس جدا. يمكن الدوري المصري انا بشوف ان هو افضل اعداد، ماتشات كتير قوي في وقت قليل، تركيز كتير ولياقه بدنيه عاليه، انك انت ان شاء الله تبتدي انك انت تفكر في ميداليه ان شاء الله في كاس العالم كمان للفرق زي ما خدناها السنه اللي فاتت ان شاء الله. عمر عصر بطل مصر وإفريقيا في تنس الطاولة، تتهافت عليه الأندية العالمية من أجل الحصول على خدماته، لكن يبدو أن البوابة الصينية ستكون هي التجربة الثالثة له في عالم الاحتراف.